قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. حلمي هلالي. حلمي هلالي فنان في طي النسيان، زي فنانين كتير ما قدروش يحققوا المعادلة الصعبة وهي الانتشار والاستمرارية. برغم موهبته الكبيرة وتعدد أدواره، إلا إنه أصبح فنان في طي النسيان لأسباب هنعرفها في حلقة النهاردة، وحنعرف كمان مشواره الفني وأهم المحطات الفنية في حياة الفنان حلمي هلالي، فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. اتولد الفنان حلمي هلالي في القاهرة سنة 1932. في أخبار مش مؤكدة إنه درس في مدارس فرنسية، لأن أسرته كانت من الطبقة فوق المتوسطة وكمان من الأسر اللي بتهتم بتعليم أولادها، بس المعلومات دي في مصادر نفتها وقالت إنها مش صحيحة. طريقة دخوله عالم التمثيل والفن مش معروفة، ولأن الفنان حلمي هلالي ما كانش بيهتم بالحوارات الصحفية والتلفزيونية، فبدايته الفنية ما تسلطش عليها الأضواء من قبل كده. وطبعا فضل الفنان حلمي هلالي في طي النسيان زي ما ذكرنا. المواقع اللي بتهتم بالفن ذكرت ان بداية رحلته في عالم التمثيل في الستينات، بس بنظرة عامة على اعماله اللي قدمها اكتشفنا انها معلومة غير صحيحة، لان مشواره الفني بدأ في اخر الخمسينات، بالتحديد 1958، من خلال فيلم بنت 17 مع الفنانين زبيدة ثروت واحمد رمزي وحسين صادق، وظهر في شخصية طالب. بعد ما ظهر في اخر الخمسينات ابتعد عن الفن فترة لانشغاله بأعماله الخاصة على حسب قول المؤرخين في الفترة دي، وبعدها ظهر في أول الستينات في فيلم بلا عودة مع الفنانة مريم فخر الدين ورشدي أباظة، عشان يتوقف للمرة التانية في الظهور في الأعمال السينمائية. والفترة دي كانت فترة بيقوي فيها موهبته التمثيلية، وبدأ ياخد كورسات تمثيل حر في معاهد السينما. في أواخر الستينات كانت بداية انطلاقة الفنان حلمي هلالي الفعلية، وظهر بعدها في أعمال فنية متنوعة ما بين السينمائي والتلفزيوني، وقدم فيها شخصيات متنوعة. طابع الفنان حلمي الهادي وملامح وجهه المصرية خلت المخرجين يحصروه في أدوار معينة زي صديق البطل أو الضابط أو المحقق، وأشهر الأعمال اللي قدمها في الإطار ده هو دور ضابط المباحث في الفيلم المثير للجدل زائر الليل مع الفنانة ماجدة الخطيب. في فيلم ليل وقضبان قدم فيه شخصية أحد المساجين، وفي الفيلم الاستعراضي أميرة حبي أنا كان بيقدم فيه شخصية المحقق اللي بيحقق مع الفنانة سعاد حسني في التهم الكيدية الموجهة ليها. بعد ما قدم أدوار وشخصيات معينة اتمرد على الأدوار دي وقدم شخصيات بعيدة عن النمط اللي رسموا ليه المخرجين، فقدم أدوار الشر، وكمان اشترك في مسلسلات دينية وتاريخية. قدم حوالي 72 عمل فني متنوع بين السينما والتلفزيون والسهرات التلفزيونية، بس الملاحظ في مشواره إنه ما قدمش أي عروض مسرحية. ومن الأعمال المشهورة اللي اشترك فيها مسلسل رسول الإنسانية، محمد رسول الله، الرجل والحصان، فيفا زلاطة، ابتسامة واحدة تكفي، حكاية ميزو، دائرة الانتقام. نص التمانينات وبعد مسلسل المنعطف قرر الفنان حلمي هلالي الابتعاد عن الفن واعتزاله لأسباب كتير، أولها إنه ما قدرش يحقق أمنياته وإنه يحصل على أدوار بطولة. أما تاني سبب فهو إن الأعمال اللي كانت بتتقدم في الفترة دي دون المستوى المطلوب. اختفاء الفنان حلمي هلالي كان كمان اختفاء عن الأخبار أو ما يخصه، وبالتالي مفيش أي معلومات مؤكدة حوالين صحته. كان معكم رشا رجب.